السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله ربعان، منسق مكتب التعاون الصحي بمستشفى الملك فهد بوريدة. أتكلم عن الفوائد اللي يجنيها المريض من هذا المكتب، حقيقة فوائد لا تعد ولا تحصى. أقلها الاستفسارات اللي تريح المريض، يجي يسأل عن حاجة بسيطة جدا كان مخطط أنه يسافر علشانها، أو حتى مثلا تقرير طبي بسيط يمكن صراحة يجب أن العمل الآن يزداد أو الإمكانيات مرضى مستشفى الملك فيصل منطقة القصيم تزداد لحاجة المرضى والمعاناة المرضى حاليا في السفر للرياض من ناحية سكن ومن ناحية ازدحام المستشفى وتقليل برضو العبء على مستشفى الملك. المرضى استفاد من هذا المكتب في العيادة الشهرية، برضو الدكتور الزائر نتمنى نكون في زيارات برضو لتخصصات أخرى. صراحة ازداد معرفة المرضى المنطقة بهذا المكتب سواء بالاتصال التليفوني أو بالحضور شخصيا. هذا المرة تزداد حقيقة سنة بعد سنة، خصوصا لما في موضوع العيادة الشاملة في نقطة مهمة جدا. كانت في بداياتها ما هناك رغبة للمرضى في الحضور ويحاولوا يتهربوا، مع كنا نتصل مباشرة إلا لما يكون هناك حضور. الآن لا نتصل في المرضى والحضور يزداد، في طلب على العيادة، في يعني يحضرون مرضى يقول سجلنا إضافي على الدكتور، حصلوا نتائج، استفادوا من الدكتور صراحة، حلوا جميع مشاكل. في مرضى يجون يعني مثلا عندهم يحضرون عندهم مواعيد بعيدة، الدكتور ممكن ينسق مع الدكتور المعالج هناك يحصل على موعد قريب إذا قيم الحالة وحصلنا تستحق أنه يقرب الموعد. حاجات كثيرة يعني صراحة استفاد منها المريض. أقلها التحليل الدم الآن مثل المرضى الترانسبلانت، التحليل نسحب الدم ويرسل بالفيديكس خلال 24 ساعة وصل الرياض. المريض كان في السابق يروح للمستشفى الملك فيصل في الرياض علشان فقط يعمل التحليل ويرجع. الآن الحمد لله برضو الزيارة هذه اللي جيتوا فيها الأستاذ سعد العنزي القسم الأشعة لربط أقسام الأشعة بمستشفى الملك فيصل برضو خطوة مهمة جدا، وخطوة صراحة راح تساعد المريض في تخفيف عن أعباء السفر وأعباء الحضور لمستشفى الملك فيصل لمرضى المنطقة. خطوة صراحة تشكرون عليها عام فعلا رأي الطب العام الأطباء الآن ازداد الوعي عند أطبائنا، خصوصا الاستشاريين في عملية الرأي الطبي الثاني. يجي عندنا الدكتور هنا ويأخذ الرأي الطبي الثاني في خلال دقائق معدودة. هذولي تحويل. أنت تشتغل فين الحين؟ مركز الكسب مدر الأورام. إيش علاقة بالتخصص؟ أساس تحويل اللي يسمى هذا مستشفى الملك فيصل. كم حالة تبين تحولوها للأورام؟ حسب يعني أحيانا بعض الشهور يعني حالات ضغط فيه، بعض الشهور لا حالات قليلة. مين كلام الدكتور المباشر الأخير؟ الدكتور فيصل عمي. هل يعني إن شاء الله؟ استشاري أمراض دم. معروف. جزاك الله خير. شكرا سيدي. شكرا سيدي. حالات أورام، أكثر الحالات اللي نتعامل فيها بالمكتب هي حالات الأورام والجراحات الصعبة، وقليل من حالات القلب. لدينا بالمستشفى مركز قلب متقدم صراحة، شافوا المرضى وحنا نشوف يعني المرضى الآن يزدادون، ما في نقص يعني. من أول حاجة ممكن مريضين يجيك في اليوم، الآن ما تقدر تستغني عن المكتب نهائي. المريض ما راح يطيع، ما راح يرفض. أنا أتصور إنه راح يسوي فيه لو خفت بس بعض الخدمات المريض ما راح. طبعاً نطلب فيها الآن المكتب مؤخرا صدرت موافقة مدير المستشفى بتوسيع المكتب، هذا صراحة نطال فيه من أكثر من سنة، لكن نطلب فيه يعني صراحة المستشفى المكتب يعني مكتبنا في مستشفى الملك فهد يكون في شكل يعني وافق المعايير اللي يقوم فيها مستشفى الملك فيصل.
مستشفى الموجود من ناحيه الديكور ومن ناحيه الشكل صراحه اقل من المعايير حقت مستشفى الملك فيصل. حتى نبغى يعني اداره خدمات التعاون الصحي تتساعد معنا في عمل اضافه صراحه للمكتب من ناحيه الديكور، من ناحيه امكانياته، شكله، كل الاشياء هذه صراحه نحتاج وقفتهم معنا.